فيهم طبعا واجهتنا صعوبات فعلا ما فيكم تتخيلوها. لولا هون نحن اليوم ما كنا هلا هون عم نحكي, عن جد ما كنا عم نحكي يعني تماما. وبالاضافه للمنتجين خلينا نقول, وتحديدا خليني اقول انه ضمن الظروف الممكنه اداره المؤسسه وسوريا الدوليه عم يحاولوا يعني عم نقول ضمن الظروف يعني مشان ما نكون عم يوفروا كل شيء للفيلم. وانا فعلا بشكرهم يعني, خص مدير المؤسسة ومدير سوريا الدولية, واتمنى انه النتيجة تكون اكثر أعماله. اكثر ما هنين ناطرين ان شاء الله. شكرا جود, شكرا. هذا انا طلعته معلش يا ما خلينا على جروب حركة. اذا اصغر او اسرع مخرج سينمائي سوري لا يهم, كل ما يهم جود سعيد أن يستطيع من خلال فيلمه مرة أخرى وهو عنوان مؤقت كما ذكرت أن يعبر عن هواجس سينمائي وفنان وإنسان, أن ينجح في الوصول إلى المشاهد السوري والمشاهد العربي والمشاهد السينمائي في كل مكان, بأن يلامس وجدانه وأعماقه, بأن يقول حكايته من خلال فيلم متقن الصنعة سينمائيا وناجح جماهيريا. أسرة سينما زوم بالنهاية تتمنى كل النجاح لفيلم مرة أخرى, ونحن بالتأكيد بانتظار المشاهدة الأولى في مهرجان دمشق السينمائي الدولي القادم بدورته 17. إلى اللقاء. My name is Maximus Decimus Meridius. Wait, go.